الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يلبس خاتم ماس في المنام يدل على الخير الكثير القادم له في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الحالم أنه يلبس خاتم ماس في المنام يدل على الطموح الذي يصل إليه صاحب الرؤيا الأيام القادمة في حياته، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أنها تلبس خاتم ماس يؤول على تحقيق الأهداف، وأنها سوف تتزوج من رجل ثري يمتلك ثروة كبيرة من الأموال، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم هدية خاتم ماس في المنام يدل على الرزق القادم له بطريقة كبيرة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أن يهدى إليه الماس في المنام يؤول على الفرص العمل الكبيرة التي لا تنقطع في حياته الأيام القادمة، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء هدية من الماس في المنام إشارة على الخير كله في حياتها الأيام القادمة. إذا رأى الحالم هدية خاتم ماس في المنام يدل أنه يساعد الآخرين ويحب الخير للناس، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء هدية خاتم ماس يدل على الدعم لها بطريقة كبيرة، والله أعلم. رؤية بيع خاتم ماس في المنام يعبر عن حب المغامرة لصاحب الرؤيا. إذا رأى الحالم بيع خاتم ماس يؤول على التعلق بالماضي كله، والله أعلم. رؤية شراء خاتم ماس يؤول على الخير الكثير، والله أعلم. إذا رأى الحالم أنه يلبس خاتم فضة في المنام يعبر عن الخير الكثير. إذا رأت الفتاة العزباء لبس خاتم فضة يعبر عن الزواج بطريقة سريعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.